وفاة العالم السمعاني. في هذه السنة توفي العالم المؤرخ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، نسبته إلى سمعان بطن من تميم. ولد بمرو في بيت علم وأدب، وسمع في نيسابور، وتفقه على يد الإمام إبراهيم المروزي. جاب الأرض في طلب العلم والحديث النبوي الشريف، فزار خراسان وأصبهان وما وراء النهر والعراق والحجاز والشام وطبرستان، وزار بيت المقدس وحج مرتين. صنف تصانيف عديدة في التاريخ والأدب والتفسير، منها كتاب الأنساب، تاريخ مرو، تذييل تاريخ بغداد، أدب الإملاء والاستملاء، تبيين معادن المعاني. توفي في مرو عن عمر ناهز 54 عاماً.